Sono lasciando di Buonasera a todos, Good morning. Welcome to the special event of the Women for the Mediterranean Conference on how to build a post-COVID. صباح الخير نرحب بكم في هذه الجلسة حول بناء المجتمعات المساوية والآمنة والشمولية في أعقاب كوفيد 19 للنساء والفتيات. أنا اسمي ماريا ستراتيجيكا وأنا في مدينة فارم فين طوالة 5 سنوات كنت رئيسة البلدية كما أنني قد عملت مؤخرا على نفس الموضوع في هذه الجلسة لذلك أذكر الموضوع والمنشور هو بعنوان التعافي في مرحلة جائحة كورونا قبل أن أعرف بالمتحدثين الكرام أرجو منكم أن تطلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل المتواصلين معنا من المهم أن تكونوا متابعين ففي وقت هذه التعبئة والإغلاق تحديدا ونأمل عما قريب أن ننتهي من هذا الوضع الآن بالانتقال إلى هذه الطاولة المستديرة لدينا 4 متحدثين من إيطاليا وبرشلونة والمغرب وكتالونيا وأن هذه الجلسة تحديداً ستنظر في أثر جائحة كورونا على النساء وما هي السياسات التي يمكن للمدن والمناطق أن تعتمدها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة في مرحلة التعافي في أعقاب جائحة كورونا للنساء والفتيات وقد ثبت بأن السياسيات ناجحات أكثر في هذا المجال و كما نعرف أن الأمم المتحدة إذا تم تمثيل المرأة كما يجب في السياسة فإن كل الاستجابات تكون شمولية أكثر ومتساوية فلنصغي إلى خبرة المتحدثات هنا في المعترك السياسي والمتحدثة الأولى جوفانا بوغازي من إيطاليا وهي مستشارة تكافؤ الفرص والسياحة في منطقة لاتسيو حيث روما وجوفانا بوليزي قد درست الأدب في جامعة روما سابينسا وقد تمكنت من العمل على برامج اجتماعية في روما وقد أنشأت العديد من البرامج حول الفنون والشباب إضافة إلى أعمال أخرى في لاتسيو وهي مديرة مشروع بعنوان إنكانكاتا وهي المديرة في زد إما في روما ورئيسة المشروع الخاص بمنطقة لاتسيو فلنصغي إلى ما ستقوله لنا جوفانا بشأن المشاريع التي عملت عليها في منطقتها لأجل التعافي من جائحة كورونا أو كوفيد 19 جوفانا الكلمة لك تفضلي. Buenos días a todas. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotras en un meeting que quiere compartir las buenas prácticas que hemos actuado en nuestras regiones durante estos meses tan complicados. Con convicción yo creo en la posibilidad de poner en la red nuestras particulares y... نرحب بكم في هذه الجلسة وسأطلعكم على خبراتنا من أجل تحسين الوضع إن منطقة المتوسط لطالما كانت حافلة بالأعمال الثقافية والفلسفية وسبل العيش نحن لم نحتاج بتاتا إلى أن نعمل على سبل مختلفة ولطالما كانت إيطاليا من البلدان في أوروبا التي عملت على هذا الموضوع لأنه كنا في إيطاليا من البلدان الأولى التي ضربتها الجائحة وبالتالي فإن الإيطاليين قد تفاعلوا بطريقة يحتذى بها من حيث التعامل مع الاستجابة المدنية والسياسية والاجتماعية وأنا لن أحدثكم عما فعلته الحكومة أو امتنعت عنه حيث اعتمدت تدابير استثنائية بالفعل بل أنا سأتحدث عن التدابير المعتمدة في المنطقة و
حسب ما سنت الحكومة في منطقة لاتسيو. والأمانة العامة للحزب الديمقراطي وهو الحزب الأساسي الممثل في الحكومة انتقل اعتماد برنامج برونتو كاسو من خلال 450 مليون دفعنا عن سيولة الشركات، سيولة في الوصول إلى التسليفات للشركات وسيولة وذلك للأفراد والشركات بطريقة واضحة. وعدا عن هذه الخطة خصصنا 56 مليون إضافي من أجل حماية الإيجارات و19 مليون لشراء القصائم للأدوية وللمواد الغذائية الأساسية لا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة. وقد رفعنا من الضرائب المفروضة على السيارات ونحن عززنا العمل إلى حد الأقصى من خلال تأمين المبالغ الداعمة للحضانة 4 مليون لرعاية المسنين و24 مليون للأشخاص العاطلين عن العمل. وتدريجيا تمكننا من مواجهة هذا الفيروس، وعلى الرغم من البيانات الحالية من حيث الوضع الصحي يمكننا أن نقول بأن 6 مليون نسمة تقريبا يبدو بأنهم يتعاملون بشكل أفضل من حيث التعامل مع هذه الجائحة. بما أنني أعنى بالسياحة خصصنا 29 مليون لهذا القطاع لوكالات السفر ولمشغلي الجولات السياحية، ويعتبر ذلك ممتازا. خصصنا تدابير استثنائية لدعم الشركات التي تواجه الصعوبات والإعسار، ولابد من أن نشير إلى أن كافة هذه التدابير كانت تندرج ضمن مشاريع وبرامج مع أهداف على المدى القصير والمدى الطويل. وبالتالي ردا على السؤال، دعوني أخبركم بما قمنا به وما نستمر بالقيام به في ظل جائحة كورونا وفي هذه الأوقات الصعبة التي تواجهنا. في شهري أبريل ومايو نيسان وأيار أطلقنا حملة بمشاركة من الممثلين والمشاهير من المجال السينمائي والتلفزيوني الذين يعملون لمكافحة العنف. ويمكن أن تتابعوا هذه الحملات باللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية طوال الوقت. ولابد من أن نشير إلى أن المرأة قد عانت الأمرين في هذه الظروف. واتضح مع الوقت بأن الوضع تفاقم وكان لابد من متابعة الموضوع. نحن لدينا دور للأمان وما نسميها مراكز لمكافحة العنف، 26 مركز تقريبا، 9 ملاجئ ومنازل شبه مستقلة. لا شك بأننا سنضيف مركز آخر أو 6 ملاجئ أخرى حتى خلال جائحة كورونا. تم التركيز على تأمين السلامة والأمان إلى أقصى الحدود، كما اتخذنا تدابير وإجراءات تسمح بتفادي الحلقة المفرغة من العنف مع إعادة تموضع النساء والفتيات عند الحاجة في الملاجئ المناطقية. وزعنا المساعدات لأكثر من 20 ألف شخص
وتصدر الإشارة أن المرأة بهذا الشكل يمكنها أن تدفع الإيجار والمواد الغذائية. هناك أيضا مساعدة تقنية توفر للأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس، إضافة إلى دعم صحي. نحن نوزع أيضا قصائم للنساء والأطفال الذين يعيشون في هذه الدور والمنازل المخصصة لهم، سمحنا لهم بالمشاركة في البرامج عن بعد، ومهرجان روما حتى كان مفتوحا لهم وهو من الأهم، كما أننا كنا من أوائل المناطق التي اتخذت تدابير لمساعدة اليتامى ولمواجهة العنف المنزلي في هذا الإطار. وللسنة الأولى كانت المساهمة مرتفعة و لابد من أن نعرف بأن بروتوكول معين قد اعتمد من أجل تأمين المساعدة القانونية في المحاكم الجزائية الاستئنافية والمدنية للنساء اللواتي تعانين من العنف المنزلي ومن الصعوبات الاقتصادية. أخيرا وليس آخرا، أطلعكم على مبادرتين متعلقتين بالعمل الذي نقوم به في مجال التعليم. لقد قمنا بإدخال رزمة واسعة من الخدمات العامة، لا سيما التقييم للشركات التي بالفعل تؤمن بوجود المرأة، ضرورة تمثيل المرأة في الشركات والمنظمات، وقد تخطت النتيجة كل التوقعات. ما زلنا نعلم في المدارس عن بعد، وبالتالي قمنا باعتماد نسخة ثانية من التواصل عن بعد من أجل رفع الوعي والوقاية من العنف المنزلي، التعصب العرقي، وذلك من أجل الترويج لثقافة الاحترام. هذين التدبيرين الأخيرين من ضمن تدابير أخرى يعززان المساواة، في حين أن المجتمع تسود فيه الذكورية. نحن لا نود للمساواة بين الجنسين أن تكون مجرد مفهوم بل واقع ملموس. شكرا لإصغائكم، شكرا لدعوتكم، وأنا أعتذر لأنني لن أتمكن من أن أبقى لفترة أطول معكم في هذا الصباح، ولكن الزملاء والمعاونين سيطلعوني على ما يحصل في هذه الجلسة. نراكم عما قريب وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وقد أطلعتنا بالفعل عن كيفية التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو من الأهم، وهو يؤثر سلبيا بسبب هذه الجائحة. شكرا لمشاطرتنا خبرتك. الآن أعطي الكلمة للمتحدثة التالية نوريا رامون، هي المديرة التنفيذية لمعهد المرأة الكتالوني، وحكومة كتالونيا هي التي تدير هذا المعهد. نوريا تحمل إجازة في علم النفس، هي أخصائية نفسية، كما أنها تعمل على علم نفس الأطفال والمراهقين السريري، فهي متخصصة في الأطفال ولديها أيضا إجازة في الإدارة العامة في مجال المساواة بين الجنسين، فهي تجمع بين علم النفس والمساواة بين الجنسين، وهي الأفضل لكي تشغل هذا المجال. هي المديرة التنفيذية للمعهد منذ العام 2017. نوريا الكلمة لك، تفضلي. صباح الخير جميعا، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشكركم، شكرا لمنح هذه الفرصة للتحدث في هذا المساحة الاستراتيجية والهامة، حيث يمكن أن أطلعكم على كل ما قمنا به، وحيث يمكن أن أسلط الضوء على المبادرات الجديدة التي نقوم بإطلاقها. إن معهد المرأة الكتالوني الذي
ترأسته منذ 3 سنوات كما ذكرت الرئيسة. هو معهد يقوم بتنسيق وتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والسياسات لمناهضة العنف من قبل الحكومة الكتالونية. أود أولا أن أطلعكم على بعض البيانات التي تسمح بإطلاعكم على أثر جائحة كورونا على النساء في حال كتالونيا تحديدا. إذا ما أردنا أن نتحدث عن مجالات العمل أو مجال الأعمال، ندرك تماما بأن المرأة في الخطوط الأمامية هي متعرضة كثيرا لجائحة كورونا، لا سيما في القطاع الصحي 70%، الخدمات الاجتماعية 80%، كلها من النساء. في مجال التنظيف 80% من العاملين في هذا المجال هم النساء، وبالتالي في مقدمة وصدارة مواجهة كورونا النساء تشغلنا الصدارة إذن. والبيانات تشير إلى أن 62% من الحالات الإيجابية أو المشابهة بها من النساء و 50% من الذكور. بالنسبة للعمل عن بعد والمصالحة بين الاثنين، التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، لطالما قامت المرأة بالعمل عن بعد في 14% أكثر من الذكور، وذلك لأنه من حيث تخصيص الوقت فإن عدم المساواة واضحة من حيث الأعمال المنزلية والأعمال خارج المنزل، وقد تفاقم ذلك، فإن المرأة تمضي ساعات أطول في رعاية الأطفال والاهتمام بالمنزل في 51% أكثر من الذكور في حال الهشاشة والفقر، وفقا لمرصد المساواة بين الجنسين وهو وحدة ضمن المعهد الكتالوني. 51.4% من النساء واجهن صعوبات في دفع الفواتير، ونحن نعرف بأن 52.3% من النساء قد انخفض أجرهن خلال فترة الطوارئ. أما بالنسبة للعنف المنزلي وهو من النقاط الأساسية، نقطة استراتيجية حسب ما سمعنا من المتحدثة السابقة، إن الإغلاق التام أدى إلى أن المرأة التي تعاني من العنف أصلاً عليها أن تبقى وتتعايش مع الجاني، وبالتالي وصلنا إلى 98% كزيادة من حيث الاتصال للإبلاغ عن حالات العنف المنزلي، 25 اتصال قبل الجائحة في اليوم، ووصلنا إلى 50 حتى 60 و70 اتصال في اليوم في بعض الأيام، ولكن خلال فترة الإغلاق 31% أقل كانت نسبة الإبلاغات في مخافر الشرطة، على الرغم من أنه بعد ذلك هذا الرقم ارتفع مشددا، وصلنا إلى 50% حتى. بالنسبة لقتل الإناث زاد المعدل، وذلك تحديدا عندما تم تخفيض تدابير التقييدات، حيث الجاني شعر ربما بأنه يمكن أن يتحكم بالضحايا في وقت عدم الأمن، ترتفع الجريمة وبالتالي العنف الذي يطال المرأة يمكن أن يرتفع. هذا ما توقعناه وهذا ما حصل. أنا سأطلعكم على بعض التدابير التي اتخذناها في المعهد الكتالوني للمرأة لمواجهة العواقب السلبية لجائحة كورونا، على الرغم من أن الوحدة ومختلف الأقسام في الحكومة قد اتخذت تدابير مناسبة. من التدابير المعتمدة تعزيز الفرق التي تعنى وتعمل على الاتصالات، فإذن إضافة إلى خدمة الاتصال كان هناك خط على الإنترنت يمكن أن تستخدمه المرأة لتتواصل مع الأخصائيين. عززنا أيضا
ذلك من خلال الصائت الصوت والصورة ومن خلال وسائل الأعلام في كاتالونيا من أجل تعزيز الخدمات النفسية والقانونية في مختلف خدمات المعهد على الموقع الإلكتروني. أيضا يمكن للمرأة أن ترى كل المعلومات المحدثة بشأن الخدمات المتاحة للنساء اللواتي يعانين من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال فترة الإغلاق التام، وذلك واضح من خلال الوحدات المحلية وكل الوحدات المتعاونة، حتى أننا وسعنا وزدنا من الميزانية، وصلنا إلى تقريبا 100 خدمة بلدية في كاتالونيا. تجدر الإشارة إلى أنه كان من الصعب الوصول إلى شبكة من الدعم من الأسرة والأصدقاء، حيث المرأة كانت عالقة مع الجاني في نفس المنزل، وبالتالي قمنا بإطلاق حملة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث السوبر ماركت والصيدليات المفتوحة يمكنها أن تنشر بعض البوسترات بهذا الشأن لكي تعرف المرأة أي رقم طوارئ يمكن الاتصال به، وذلك كان متوفرا ب10 لغات مختلفة، تم تنزيله لأكثر من 10,000 مرة حتى أيار مايو. وفي الأسابيع الأولى من الإغلاق التام كان لابد من أن نتعقب ذلك من أجل تحسين حماية الأطفال والمراهقين أيضا الذين يعانون من العنف القائم على نوع اجتماعي، والمساعدة في تحديد نوع العنف الذي يعانون منه، وتحديد كل الخدمات المتاحة لهم، تأمين المساحة الآمنة لكي يبتعدوا عن العزلة التي يعانون منها. بالنسبة لخدمات الرعاية للنساء، عززنا التعاون مع الأخصائيين حتى مع بعض المهنيين من أجل أن نمضي قدما في هذا المجال، لا سيما بالنسبة للنساء اللواتي واجهن صعوبات وتعقيدات، للحصول على معلومات محدثة عن الخدمات ولتبادل البيانات بين الأخصائيين، وذلك لتحديد الصعوبات والحاجات بشكل فوري وملح. لذلك من الأهمية بمكان أن نعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن نقوم بإطلاق سياسات اقتصادية من جانب أنثوي، وبالتالي تم تقديم العديد من الاقتراحات من جانب المعهد لتحسين ظروف المرأة والأطفال. وقد أتيت على ذكر أهمية حملات رفع الوعي التي تستهدف الذكور من حيث استخدام الوقت في المنزل أو حتى الإجازات والعطل، كيف يمكن تأمين رعاية الأطفال بالتعاون مع المرأة حسب الظروف وذلك حسب معايير معينة، إضافة إلى تعزيز الاهتمام بالنساء دون السن اللواتي يتعرضن للعنف بشكل مباشر أو غير مباشر في البيئة الأسرية. اسمحوا لي أيضا أن أشير إلى أنه خلال جائحة كورونا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المتوسط تابعنا بتبادل المعلومات، لأن ذلك يساعدنا لكي نواجه أكثر التحديات والتهديدات، وبالتالي قمنا بإطلاق مبادرتين انضمت كاتالونيا في أيلول سبتمبر الماضي إلى مجموعة، وهي ترأس مجموعة للنساء من أجل تعزيز مناهضة العنف الذي يطال المرأة، وتم إعداد المؤتمر الثاني لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في أكتوبر تشرين الأول، مع أكثر من 1500 مشارك على الإنترنت للتركيز على الآثار الأولية لجائحة كورونا. وبهذا الشكل قمنا بتبادل ممارسات الفضلة والتحديات التي تواجهها المناطق الأربع المنضوية ضمن هذه المجموعة. على مستوى المعهد أيضا نشارك في مجموعة عمل تابعة لمؤتمر المناطق الطرفية لضمان
مساواة بين الجنسين حسب سياسات وممارسات فضلة بما فيه كل التدابير التي اتخذناها خلال الجائحة. اسمحوا لي أن أختتم كلامي بإعطائكم بعض العناوين العامة التي يمكن أن تسمح لنا بأن نوسع النقاش في مرحلة لاحقة. أود أن أشير إلى التعاون بين المؤسسات والشبكات بين المؤسسات الهامة مع الناشطين الأنثويين والخبراء على المستوى الوطني الإقليمي والدولي، إضافة إلى أهمية التعاون والتنسيق في الاستراتيجيات من أجل أن نتفادى أي تأخير في التعامل مع وضع المرأة، والوعي إلى كيفية تعامل مختلف دول المتوسط مع العنف القائم على النوع الاجتماعي. فهذا ليست مشكلة في مدينة واحدة بل في كافة أنحاء العالم، لذلك علينا أن نضافر الجهود وأن نقوم بالتشبيك في هذا الصدد. ومن الأهمية بمكان أن نراعي المنظور الجنساني في كافة السياسات العامة، حتى بالنسبة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي لابد من الأخذ بعين الاعتبار مختلف الأشكال المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأن نتحدث كثيرا عن العنف في أوضاع وسياقات معينة في مجال السكن، ولكن هناك أوضاع ووقائع أخرى خاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، منها مثلا ما يحصل في أنحاء العالم، مثلا الإتجار، التزويج الجبري والتشويه في الأعضاء الجنسية وما شابه. واسمحوا لي بأن أعيد التذكير بأهمية التآزر والتعاون في منطقة المتوسط، وهذه مساحة استراتيجية جدا للتعاون. شكرا جزيلا، وأنا في خدمتكم للإجابة على أي سؤال واستفسار. شكرا نوريا، كان من المهم جدا أنك أشرت إلى هذا الموضوع خلال الجائحة. شكرا لكم لكل هذه التعليقات حول هذا الموضوع، حول هذه المساحة الرقمية التي تساعد التعاون بيننا وبين مختلف الدول في المتوسط. من المهم أن نفكر بكل هذه التفاصيل عندما نناقش التفاصيل وأثار فيروس الكورونا وجائحة الكورونا على النساء. المتحدثة الثالثة أليسيا آموس لديها شهادة في مجال القانون، ماجستير في الثقافة التاريخية ودكتوراه في علوم الإنسان، وبالتالي قامت بدراسات معمقة في هذا الموضوع، وكانت أيضا عضو في البرلمان الإسباني، والآن هي أيضا مستشارة في منطقة برشلونة الكبرى، وهي أيضا مستشارة في موضوع النسوية وموضوع المثليين الجنسيين LGBTQ في مكتب رئيس البلدية للعدالة وحقوق المثليين في مدينة برشلونة. أليسيا، نحن ننتظر حديثك بشوق كبير، تفضلي لك الكلمة. شكرا جزيلا لهذه الدعوة للحديث. أود أن أعتذر في البداية لأن نائب رئيس البلدية غائب عنا، كان سيكون معكم، عفوا كانت هي ستكون معكم ولكنها عجزت عن الحضور شخصيا، لكنها تود أن تعتذر منكم وتود أن تشكركم جميعا لتنظيم هذا الحدث. وكما ذكرت المتحدثة السابقة، هذا موضوع في غاية الأهمية، يجب أن يكون لدينا تعاون من البلديات، يجب أن نفهم هذه الحوكمة التشاركية التي تفترض مساحة كبرى للنساء وللمدن. بهذه الطريقة يمكننا أن نبني مجتمعا أكثر عدالة، ويدعو ذلك إلى التغيير الهيكلي. نحن نعمل على هذا التغيير الهيكلي، وثمت بعض التغيرات الفعلية التي لاحظناها على المستوى الهيكلي، على مستوى البلديات وعلى مستوى الدولة وعلى المستوى الأوروبي بشكل عام. أيضا على سبيل المثال سياسة الهجرة التي تؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة، ولكن عندما أتت الجائحة عانت كل البلدان من هذه الأزمة، وتم
تم التشديد على كيف يمكن للمواطنين أن يتأثروا بشكل كبير، من هنا أهمية الإجراءات المتبعة للاستجابة لهذه الأزمة. كما قالت نوري، هذه الاستجابة لابد من أن تقدم بطريقة متعددة الاختصاصات لكي تعالج شتى الإمكانات ولكي تعالج الفجوة الاجتماعية. كما ذكرنا للتو، من الواضح أن هذه الجائحة أدت إلى زيادة معدلات الفقر، وبالتالي هذه فرصة، لأن التغيير يجب أن يأتي من جانب النسوية ومن جانب الدفاع عن المصلحة المشتركة. لهذا السبب نشعر أنه من المهم لكل حل نقدمه أن يتضمن ويعالج وأن يستوحى من هذه المقاربة النسوية ومن القيم النسوية، لأنه وفقا للتجربة تعلمنا أننا بحاجة إلى قبول فكرة أننا من الأشخاص والأفراد الذين نعتمد على الآخرين ضمن المجتمع، وبالتالي علينا أن نركز على الحياة وعلى الرعاية فوق كل شيء. هذه الجائحة، جائحة فيروس كورونا، كما ذكرت الزميلتان قبلي نوريا وجوفانا، قد أظهرت هذه الجائحة أهمية العمل في فترة الإقفال، مثلا الرعاية، التنظيف، الذهاب إلى التبضع، التعليم. في هذه الأزمة والجائحة تأثرت النساء بشكل كبير بسبب التعب والتعرض للقلق والكثير من العمل، ازدياد الوظائف والعمل كنتيجة لهذه الأزمة، وأصبحت النساء المهاجرات أكثر هشاشة في هذه الظروف الاستثنائية، نظرا إلى نقص التوجيهات، نقص المؤهلات، وتأثرت العاملات في القطاع الجنسي، تأثرت ضحايا الإتجار بالبشر وغيرهن. وأجبرتنا هذه الجائحة أيضا أن ننظر إمارة جديدة إلى مجتمع المثليين والمثليات الذين تأثروا بشكل كبير، تأثروا أكثر من غيرهم. نحن في مجلس المدينة لقد لاحظنا حالات نساء مغيرات جنسيا، عانينا بشكل كبير من الإقصاء من العمل ومن نسبة البطالة. لقد أيضا لاحظنا الإقصاء الكبير الذي قد يعاني منه الناس كنتيجة لهذه الأزمة. كل هذه الوقائع لم تسببها الأزمة، كانت موجودة حتى سابقا، وعلى مستوى مجلس المدينة حاولنا أن نعالجها عبر اعتماد استراتيجية تضفي الطابع النسوي على معالجة الفقر. وقد أطلقنا هذه البرامج في العام 2016 على المديين المتوسط طويل في مدينة برشلونة، وركزنا فيهما على خارطة الطريق لإطفاء الطابع النسوي على الفقر وعلى الهشاشة، إضافة إلى اعتماد الإجراءات والأدوات لمكافحة هذه الإجراءات المختلفة نظرا إلى الحدود المرتبطة بصلاحياتنا. من المهم جدا أن نفهم ما يجب القيام به، وعلينا هنا أن نركز على التغيير الهيكلي، وبالتالي في هذه الأوقات التي فيها أزمات نلاحظ الكثير من الهشاشة، علينا أن نستجيب لها بشكل فوري، وبهذه الطريقة يتم القيام بإجراءات فورية تلبي الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات الأكثر هشاشة والأكثر ضعفا. علينا في نفس الوقت أن نعمل على المدى الطويل لكي نحقق التغيير الهيكلي. كما قالت نوريا وأنا أوافقها الرأي، هذا التغيير الهيكلي يجب أن يحصل من جانب النسوي وبهذه الطريقة المتعددة الاختصاصات وفيها هذه القيم المهمة للتوصل إلى التغيير العميق. وهذا نتكلم الآن عن مواجهة هذه الأزمة وكيف عملنا على مستوى مجلس المدينة، كيف وسعنا الخدمات الأساسية وكيف أطلقنا خدمات إضافية من منطلق النسوي، طبعا للحد من النتائج السلبية لهذا الوضع الحالي. إنها رؤية لطالما فكرنا فيها على مستوى مجلس المدينة، ركزنا على كل الجوانب، ليس فقط جانب النسوية والخدمات الاجتماعية
العناية بمجتمع المثليين والمثليات ومغيري ومغيرات الجنس، لا بل دائما ما كنا نركز بهذه الاستراتيجية العامة على كل مستوى مجلس المدينة وعلى المستوى الإداري. لقد وضعنا عدد إجراءات. الإجراء الأول كان أساسيا لضمان الحد الأدنى من المداخيل. من هذا المنطلق حافظنا على المساعدة الاقتصادية المقدمة للنساء دون مدخول ودون عمل دوري للنساء اللواتي خسرن من عملهن خلال الأزمة، ولم يتمكن من الحصول على بعض المساعدات المالية نظرا إلى أن هنا لم تحصلنا على أي عقد رسمي. إذن في هذه البرامج تمكننا أيضا من ترويج العمالة لمن يعمل في القطاع الرسمي وغير الرسمي. ركزنا بشكل كبير على أهداف على استهداف النساء مثل الأمهات العازبات وعلى ضحايا العنف، مثل برنامج اسمه بريكاريوس، وهو يساعد النساء في وضع انهاش لمساعدتهن على تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي ووضعهن في مجال العمل. لقد طبقنا أيضا برنامجا لمغيري الجنس وللعاملين في قطاع الجنس بشكل عام، مع تركيز على الوظائف وعلى ورش عمل تركز بشكل أساسي على العاملين في قطاع الجنس لدمجهن في سوق العمل في أنشطة أخرى. كان لدينا أيضا برامج أخرى تعتني بمن يقدم الرعاية. 270 مقدم رعاية حصلوا على الدعم النفسي والاجتماعي ومشاورات نفسية لحمايتهن من الآثار السلبية لجائحة كورونا. قدمنا لهم موارد على الإنترنت للحصول على معلومات مساعدة في هذا المجال، إضافة إلى معلومات مرتبطة ب التدريب وخدمات المساعدة المتاحة لهم بهدف إظهار قيمة الرعاية التي أصبحت ربما غير مرئية. كان لدينا أيضا دعم للقطاعات التي تشهد عمل الكثير من النساء لدعم الأسر في هذا الإطار مع برامج تشغيل. أيضا لقد عملنا وتعاوننا مع مؤسسات أخرى من أجل تطبيق هذه البرامج مع المواطنين ومع غيرها من الأنشطة الأخرى التي تساعد العمال التنظيف أيضا وحتى العاملين في القطاع الجنسي الذين لا يحصلون على عقد عمل رسمي. حاولنا تقديم المساعدة لمن يقدم الرعاية للأطفال ولكبار السن ولذوي الإعاقة بشكل خاص عندما يكون مقدم الرعاية من النساء العازبات. في هذه الحالة بالتحديد ركزنا بشكل كبير على المساعدة وقمنا بتعزيز برامج تأخذ في الحسبان انعدام المساواة في مجال الحصول على القروض والحصول على الموارد المالية، لأن صعوبة كبرى نواجهها في مجال ملائمة هذا الإطار بالعمل الحالي. لقد قمنا أيضا بدمج مسائل المساواة بين الجنسين في الهيكلية الجديدة في قطاع العمل لتحسين ظروف العمل وتحسين شروط الرواتب، وأظهرنا القيمة الاجتماعية الكبرى في هذا القطاع. حاولنا العمل بشكل طارئ أيضا لضمان الإسكان الاجتماعي للنساء اللواتي قد تعرضن للإقصاء ولمن يعيش في ظروف هشة مع أطفالهن أو للنساء اللواتي يعانين من العنف بمساعدة الخدمات التي نقدمها. لن أتكلم كثيرا عن هذا الموضوع لأن نور شرحته بشكل عام، ولكن أخيرا أود أن أقول أنه على الرغم من الموارد المحدودة والقدرات المحدودة لصلاحياتنا، نحن نبذل قصارى جهدنا لمعالجة وتلبية الاحتياجات الفورية للنساء وللمرأة بشكل عام في هذه الأزمة. مرة جديدة أود أن أشدد على أهمية التغيير الهيكلي وإعادة التفكير بالأولويات وإعادة التفكير في النظام الاقتصادي
الاقتصادي الذي نود أن نطبقه لكي نجعله جوهر العمل. شكرا لكم لحسن الإصغاء. شكرا جزيلا أليسيا لأنك قدمت لنا كل هذه المعلومات حول عمل مدينة برشلونة، وكانت هذه لائحة طويلة من الأنشطة التي تقوم بها بلدية برشلونة. أود أن أشهد على أنه منذ العام 2015 رئيس البلدية أدا كولاو أصبحت رئيسة البلدية وأحدثت تغييرا كبيرا. إنها من القادة التي تعاملت بشكل أفضل وبأكثر شكل أكثر فعالية مع مسألة جائحة كورونا، وعلينا أن نقر بعملها. وسيكون من المشوق العمل معها على مستوى البلدية، وبالتالي أنا أحسدك في الواقع لهذا العمل الجيد. لقد رأينا حتى الآن المنطقة وبلدية برشلونة، والآن حان الوقت لكي ننتقل إلى المجتمع المدني ولنعطي الكلمة إلى من يمثل المنظمات النسوية، اتحاد العمل النسوي. إنها نادية نير من المغرب. نادية نير درست الاقتصاد في فرنسا، وبعدها درست ماجستيرا في إسبانيا حول دراسات المستوى بين الجنسين. هي أيضا بروفيسورة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في تطوان في المغرب. أعتقد أنه من المهم أن نرى الآن منظور جانب المجتمع المدني، وبالتالي نادية نير شكرا لك لأنك انضممت إلينا في هذه الجلسة. نادية لك الكلمة، تفضلي. شكرا جزيلا ماريا لهذا العرض. أنا مسرورة جدا لأنني معكم، وأنا أشكركم أيضا. في كل أنحاء العالم وبشكل خاص في منطقة المتوسط كان لهذه الجائحة تأثير سلبي على وضع النساء والفتيات، لأنه للأسف ما لأن في هذه المنطقة نعاني بشكل كبير من المجتمع الذكوري، المجتمع الذكوري الموجود، ولكن تأثيره بشكل كبير بحسب الموقع الذي نتواجد فيه، إما كنا في الشرق أو في غرب المتوسط. علما أنه لدينا أيضا في شرق الشمال المتوسط بعض دول الجنوب. طبعا كل هذه المناطق هي أساسية. في المغرب لدينا تأثير كبير، وسأتكلم عن بعض المؤشرات. مؤشر جندر كاب الذي يصنف المغرب في العام 2018 في المرتبة 137 من أصل 149 بلدا، أي أننا أيضا في الأسفل فيما يتعلق بانعدام المساواة. فيما يتعلق بالمشاركة والقدرات الاقتصادية للمرأة، المغرب هو في المرتبة 140 من أصل 149 بلدا، ونسب مشاركة النساء في دراسة أجرتها المعهد المعهد الإحصاءات في أوروبا كانت النسبة هي 45% نسبة مشاركة النساء، أي أن أكثر من امرأة من أصل امرأتين هي ضحايا عنف، ونسب الأمية هي أيضا مرتفعة جدا بعد سنوات طويلة من الاستقلال. نسبة الأمية هي 42% للأمية، أما للرجال فهي 22%. إضافة إلى ذلك نسب الوفيات عند الولادة هي مرتفعة جدا، تبلغ 73 لكل 1000 ولادة، على الرغم من كل الإنجازات التي تحاول الدولة القيام بها في هذا المجال. إذن أنا فقط أقدم لكم بعض الأرقام وبعض الإحصاءات حول انعدام المساواة بين النساء والرجال،
ونحن نضيف أيضا التأثير السلبي على النساء المهاجرات، النساء ذوات الإعاقة وغيرها من العوامل الأخرى، أي أن أزمة وجائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم انعدام المساواة لهذه التفاوتات الموجودة أصلا في مجال إدارة الأزمة. تم اعتماد إجراءات كبرى ولكن لم تأخذ في الحسبان مقاربة جندرية على المستوى المحلي والدولي. بشكل مختصر، ما هو التأثير؟ لا يمكن التكلم عن كل شيء، ولكنني سأركز على التأثير الأكبر. لدينا أولا التأثير الأول، تأثير الجائحة، ألا وهو الخطر، خطر النساء في مجال العنف المنزلي أو العنف الجنساني. هنا كان الوضع في المغرب متأزما. اتحاد العمل النسوي حصل على أكثر من 100 شكوى عبر الهاتف من نساء ضحايا العنف بين شهر مارس أدار وشهر أب أغسطس. الواضح أن الوزارات فعلت بشكل عام لخلق منصات رقمية، ولكن لا يجب أن ننسى أن النساء لم تمكن من الحصول على هذه المنصة نظرا إلى ارتفاع نسب الأمية ونظرا إلى الفجوة الرقمية الموجودة في المغرب، علما أن النساء لديهن وصول محدود إلى التكنولوجيا، وتم تعبئة كبيرة لازالت غير كاملة وغير كافية نظرا للاستجابة لضحايا العنف. عندما أتكلم عن المجتمعات المحلية والإقليمية، أتكلم هنا عن المناطق، عن البلديات التي يجب عليها أن تتمتع بهذا الدور لحماية النساء، حماية ضحايا العنف. وكل هذه المؤسسات يجب أن تكون أيضا مرافقة للعمل، ولكن لا يجب عليها أن تعالج أزمة بهذا الحجم وبهذه الأهمية. من الآثار الأخرى كما ذكرت نوليا وأليسيا هي أن فكرة المرأة هي في الخط الأول، لأنها من تعمل كمن على شكل أطباء وممرضات. في المغرب 58% من النساء هم في الطاقم الطبي، وكل العاملات عاملات تنظيف في المشافي دائما ما أيضا يتم توظيفه هنا من خلال وكالات متوسطة بدون أي حماية اجتماعية وبدون أي عقد رسمي. وطبعا من الآثار كان خسارة العمل، علما أن النساء يعملون في القطاع الرسمي. ومع مشاركة النساء في القطاع الرسمي فقط 22% وتراجع لأسباب مختلفة، ونسبة البطالة هي ضعف نسب البطالة للرجال. وكنتيجة لجائحة كورونا والإقفال العام أصبحت النساء في وضع هش، وأيضا الفقر أثر بشكل كبير ودفع النساء والفتيات إلى الدعارة وإلى الزواج المبكر. كان ذلك من العوامل الأكبر لزواج القاصرات وإلى ازدياد الدعارة. وإذا كان الزواج المبكر نوعا من الإجار ببشر، فإن الدعارة أيضا يمكن أن تتحول إلى إجار ببشر واستغلال جنسي أو استغلال لأغراض بورنوغرافية. وكان لدينا الكثير من الأمثلة المشابهة والكثير من الجرائم الرقمية المزددة المتعلقة بالصور البورنوغرافية. لاحظنا أن الإجابة البشر هو من التحدي الأكبر الذي يؤثر بالنساء والفتيات، وازداد بشكل كبير في منطقة المتوسط. ومؤخرا منذ أسبوع تقريبا كان لدينا لقاء مع شبكات منظمات ومؤسسات في منطقة المينا في الدول العربية، ولاحظنا في ذلك الاجتماع الأشكال المختلفة للإتجار بالبشر التي ازدادت بشكل كبير، بشكل خاص الاستغلال الجنسي والزواج المبكر، إضافة إلى استغلال الفتيات في التسول أيضا. ومن الآثار الأخرى ازدياد العمل في المنازل
ذكرته نوريا بشكل كبير، وتعاني النساء بشكل أساسي، والنساء تعمل 6 مرات أكثر في العمل المنزلي وضعفي الوقت في العناية بالأطفال والفتيات من عمر 7 إلى 14 سنة. أيضا تساعدنا في التنظيف المنزلي أكثر ب3 أضعاف من الصبيان في نفس الفئة العمرية. في المغرب لدينا أصلا نقص حاد في مجال البنية التحتية، وبالتالي ثمة أصلا نقص موجود يصعب فجوة. لدينا تقريبا 7.3 أطباء لكل 10,000 مواطن، بينما وفقا لمنظمة الصحة العالمية يجب أن يكون لدينا طبيب لكل 650 مواطن. نحن بعدين كل البعد عن هذه المعايير الدولية. في مجال تمثيل المرأة في القطاع الصحي، تعرضت النساء أكثر لخطر الفيروس، وذلك أدى إلى ازدياد خطر الإصابة بين النساء. برأيي هذه الجائحة هي أيضا فرصة للبشرية جمعاء، إذا ما أردنا اقتناص هذه الفرصة لكي نعزز تمثيل المرأة على المستوى السياسي في كل جهات صنع القرار، بدءا من المستوى الحكومي المركزي، الحكومة المحلية والحكومة الإقليمية، وصولا إلى كل الهيئات وكل السلطات المحلية، لأن تواجد المرأة قد يغير من الوضع وقد يؤدي إلى تأثير على وضع المرأة. التمثيل السياسي للنساء أيضا هو جوهر العمل. مثلا في المغرب كان لدينا صندوق دعم للنساء، ولكن ما من أي مرأة تم تمثيلها في هذا السياق. الآن حان الوقت لتخطي فكرة الكوتا. علي أن أتكلم الآن عن المساواة، المساواة لأنها أساسية وهي حاليا طارئة. أيضا طبعا أنا أتكلم عن تمثيل النساء، وأتكلم أيضا عن النساء المقتنعات بأهمية المساواة بين الجنسين، لأنه أحيانا يمكن أن يكون لدينا النساء تعارضنا هذه المساواة ويؤدي ذلك إلى نتائج سلبية جدا على وضعهن. يجب إذن أن نقنع النساء بأهمية المساواة، وأن تفهم كل النساء الحقوق المعترف بها عالميا. من المهم أيضا أن نتشارك أفضل الممارسات كما نفعل اليوم، هذه الممارسات التي حصلت في حوض المتوسط. طبعا نحن هنا لا نتكلم عن استيراد نموذج، بل عن أن نستوحي من هذا النموذج لكي نكيفه لإحتياجات الناس والسكان المحليين. من الطبيعي أيضا أن نعتمد سياسات عامة وفيها مستوى على مستوى المستوى الصحية والأمن الغذائي. لابد من التركيز على اقتصاد الرعاية الصحية والعمل لتمكين المرأة اقتصاديا، وإعادة التفكير بنموذج التنمية. وأخيرا يجب أن نعتمد على تحسين النمو الاقتصادي، التركيز على الإسكان، على الحصول على المياه، وكل هذه التفاصيل لابد من أن تحويلها إلى خدمات عامة. كثير من الدول في السنوات الماضية قامت بالخصخصة، ولابد من مراجعة سياسات الخصخصة لأنها برهنت عن نتائجها السلبية على كل الفئات الهشة. لابد من الاستفادة من الاقتصاد النسوي الذي يعتبر أن المال مهم للتعليم وللصحة وللحد من التمييز ضد النساء. هذا المال ليس بالنفقات، بل هو استثمار، إنه استثمار في الوقت الحالي واستثمار للأجيال المستقبلية من أجل فهم النظام المتحرر الذي يجعل الإنسان حكرا على رأس المال. علينا أن نعمل رأس المال في خدمة البشر وليس العكس، رأس المال في خدمة البشر بما في ذلك النساء، وبالتالي علينا أن نعمل بهذه الطريقة. شكرا لحسن الإصغاء. شكرا جزيلا لهذا النقاش المهم، شكرا لأنك طرحت هذا الموضوع الأساسي في حديثنا اليوم. تكلمت عن الجرم الرقمي، تكلمت عن الإتجار بالبشر، هذه مواضيع جديدة، وأنا فعلا مسرورة جدا لأنني سمعتك تتكلمين عن المساواة، وهو أصلا موضوع في غاية الأهمية.
من أجل معالجة المشاكل المختلفة على المستوى السياسي. أود أيضا أن أقول إن اقتصاد الرعاية الصحية هو أيضا يجب أن يكون في جوهر السياسة التي لابد من تطويرها في كل حين. إنها فرصة إذن لكي نفكر بطريقة أخرى، لأن هذه الجائحة يمكنها أن تقدم لنا فرصة تغيير طريقة التفكير وطريقة رؤية الوضع. بالتالي شكرا جزيلا نادية لهذه المداخلة. سأنتقل الآن إلى اللغة الإنجليزية وسأقوم بقراءة أول ثلاث أو أربع أسئلة تم طرحها. السؤال الأول من الجمهور أو من الحضور هو التالي: لما تحاجة لجهود منسقة من قبل الجميع للحد من تأثير فيروس كورونا على النساء، كيف يمكن لشبكات النساء المختلفات في منطقة اليورو متوسط أن تقوم بالتشبيك بين بعضها البعض لتحسين العمل حتى بعد الأزمة؟ أنه سؤال سياسي حول التعاون بين دول الأورو متوسطية، يجب على الجميع أن يجيب على هذا السؤال برأيي. والسؤال الثاني الذي يجب أخذه في الحسبان في إجاباتكم: هل يمكن لجائحة كورونا أن تكون فرصة لتعزيز المساواة بين الجنسين؟ وكيف يمكن للمدن أن تقود الطريق في هذا المجال؟ ليس لن تكلم عن مستوى الوطن، تكلم عن مستوى المدن. السؤال الثالث: كيف يمكن المبادرات الوطنية التي تقدم تركيز على المساواة بين الجنسين أن تؤثر بعملية صنع القرار على المستوى الوطني؟ كيف ننتقل من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي والمحلي؟ يمكن لكل المتحدثين الإجابة لهذه الأسئلة. سأبدأ إذن بالمتحدثة الأولى جمانة. حسب خبرتك إذن، هل أجبتي على هذه الأسئلة جوفانا؟ سأتابع. نوريا، سأطلب من نوريا إذن أن تجيب. إذن هنا حسب المدن أظن بأنه من الأساسي، ليس فقط أن نعمل حسب المؤسسات بل أيضا نتعامل مع المؤسسات الموجودة على عدة مستويات. هذا التعاون أساسي، وفي مجال التشبيك يمكن أن نستفيد كثيرا، وحتى على المستوى المحلي يمكن أن نقوم باعتماد نفس الخبرات والتجارب، ولها تأثير عالمي من الناحية الاستراتيجية. هذا مهم، علينا أن نؤمن المساحات لتبادل الممارسات الجيدة، ومن أجل أيضا أن نفكر ونحلل مختلف التحديات. تواجهنا تحديات هامة، والبعض من هذه التحديات ما زلنا في طور اكتشافها، وذلك لأن الجائحة ضربتنا فجأة لم نكن على إدراك بالموضوع. لذلك لابد من تبادل كل هذه المعلومات من أجل أن نفهم هذه الأوقات العصيبة التي نعبرها، وكيف عسانا نتخطى كل هذه المشاكل. لذلك التبادل في الشبكات هام، يجب أن نستمر بالعمل على هذا المستوى نظرا إلى أن الوضع يتغير بشكل يومي، وعلينا إذن أن
نؤمن هذه التحالفات نظراً إلى وجود الأهداف المشتركة، وفي بعض الأحيان ربما نحقق تقدماً أكثر. بعض الأماكن لديها خبرات وتجارب يمكن تكرارها في أماكن أخرى، هذا نقطة هامة. ويخال لي بأنه في الأجندة العالمية أجندة العام 2030 التي تطبق الآن، فإذن هذه الأجندة يجب أن تحتوي على هذه العناصر. أجندة العام 2030 يجب أن يكون فيها هدف استدامة خاص بالمستويات ويطبق على كافة المستويات. إذا رعينا هذا المنظور وإذا حرصنا على هذا الجانب المتعلق بالنوع الاجتماعي ومراعاته في كافة الأجندات، يمكننا أن نحقق التقدم ليس فقط من خلال خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بل من خلال خطة أخرى يمكننا أن ننتهز إذن الفرص السانحة لكي نساهم في هذا العمل المقطعي. بالعودة إلى هذه الأجندة أو الخطة، علينا أن نقوم بإرساء التحالفات، وعلينا أن نقوم بإدماج كافة الممارسات الفضلة والتدابير التي نراها في كافة الأماكن من خلال منصة تبادل الأفكار والأراء. علينا أن نرى ما الذي تقدمه الخطط العالمية الأخرى أو الأجندات العالمية الأخرى، وعلينا أن نقوم بإنشاء مساحات لتبادل الممارسات الفضلة ولتأمين هذا التآزر الأساسي في أعمالنا، وذلك من أجل لأن نقوم بأن نحذو حذو التجارب والخبرات الأخرى ونواجه التحديات المشتركة التي تواجهنا جميعا. أمل أن أكون قد أجبت على السؤال المطروح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا نوريا. يمكن أن أعود لاحقا إلى بعض هذه الأسئلة، ولكن الآن أعطي الكلمة لأليسيا التي ستحاول الإجابة على هذه الأسئلة الثلاث بشأن التشبيك وبشأن المقاربة من أسفل إلى أعلى إضافة إلى المساواة بين الجنسين. أليسيا الكلمة لك، تفضلي. شكرا ماريا، شكرا جزيلا. كيف عسانا ننسق بشكل أفضل على المستوى، على مستوى المتوسط وعلى المستوى العالمي بين المدن؟ يخال لي بأن ما ذكرته نادية أهم جدا، فالخبرة في المغرب مثلا شيقة ومهمة، هذا ما نقوم به حاليا من أجل مواجهة الأزمة. فهي أتت على ذكر تحديدا التجارة والاتجار بالبشر، الاتجار والاستغلال الجنسي، فإذن لابد من أن نقوم بتأمين مساحات اقتصادية، لابد من أن نتوقف عن التفكير بالاقتصاد فقط وأن نضع الإنسان في صلب كافة الإجراءات والتدابير. نحن بحاجة بالفعل إلى أن نقوم بتكييف الحلول ولا نضع فقط حلول سطحية، وذلك لأن المغرب أو أي مدينة أخرى تعبر في صعوبات كبيرة من حيث السياسة، ولابد من أن تكون المقاربة من أسفل إلى أعلى. أليسيا، نحن نعتذر لانقطاع الإنترنت، الفرصة إذن سانحة لمراعاة المنظور الجنساني في كافة المجالات. نحن نعمل في تدابير محددة يمكن أن نستمر بالعمل عليها. لدينا برامج ريادية مثل برامج إعادة المصالحة، الملاجئ، الحضانات، حيث يمكن للمرأة مثلا أن تضع أطفالها إذا كانت تعمل في
مكان لا يسمح بتسوية المشكلة. نحن نتكلم إذن عن مشاريع ريادية تسمح للنساء بأن تتخطى المشاكل والصعوبات، ونقوم أيضاً بإضفاء طابع لائق لعمل المرأة داخل المنزل وخارجه مع تأمين الخدمات الاجتماعية المطلوبة. فإذن في المجلس البلدي ليس لدينا كافة الكفاءات والمهارات، ولكن يمكن أن نطلق المشاريع الريادية التي يمكن أن تطبق في مستويات أعلى. نحن نعمل على تأمين المعلومات للنساء بشأن التكنولوجيات الحديثة وكيفية استخدامها في العمل. نحن نعمل مع مختلف المجموعات من النساء لكي نوسع الأفاق ولكي نساعدهم، وبالتالي لدينا سياسات ملموسة ومحددة تساعد النساء على تخطي المشاكل. ثم سنرى كيف عسانا أن نعتمد كل هذه الخبرات في نطاق أوسع، ومن حيث كيفية التأثير على السياسات الوطنية. كما سبق أن سمعنا، لابد لهذه السياسات من أن تكون من أسفل إلى أعلى، هذا أمر أساسي. لذلك علينا أن نحرص على أن كافة الحركات الاجتماعية تعزز جهودها وأعمالها. فقد لا تكون المنظمات والجمعيات مرتبطة بتاتا بالجانب السياسي، لذلك لابد من أن نؤمن هذه الروابط والعلاقات من أجل أن تقوم المنظمات بإسماع صوتها وأن يكون لدينا أثر أكبر. نحن نتواصل كثيرا مع الوزارات، وقد اقترحنا العديد من الأمور. نحن نوجه الوزارة من أجل المساعدة. نحن بحاجة للتنسيق على المستوى البلدي وعلى المستوى الوطني والإقليمي. يجب ألا ننسى الطرف الآخر الذي يتعلق بالحركات الاجتماعية والحركات النسوية التي لا علاقة لها بالمؤسسات، والتي يمكن أن تعمل معا من أجل أن تضغط على الحكومة الوطنية أو المؤسسات السياسية الأخرى، وحتى على المستوى الأوروبي أو الإقليمي وفي المجال المهني أيضا. لا أدري إذا كنتم بحاجة إلى المزيد من المعلومات عن السياسات الملموسة التي نطلقها في المجلس البلدي. يسعدني أن أشاطركم هذه المعلومات. شكرا جزيلا أليسيا. حاليا لا بأس، لدينا لمحة عامة وفكرة واضحة. يمكننا أن نعود لاحقا إلى هذا المثال الجيد من برشلونة. الآن أعطي الكلمة لنادية لكي تجيب على هذه الأسئلة بشأن التشبيك والمقاربة من أسفل إلى أعلى، ثم نطلب من جوفانا التي عادت إلى الانضمام إلينا أن تجيب. أولاً نادية الكلمة لك، هناك سؤال خاص بك ولكن سنؤجله. نعم، أود أن أجيب. شكراً جزيلاً. بالنسبة للسؤال المطروح، أظن بأن الفرصة سانحة وعلينا أن نعرف كيف ننتهزها. هذا ما ذكرته في كلمتي. يخالوا لي بأن الفرصة ماثلة في الشمال من أجل تحقيق التقدم في حقوق المرأة، وعلينا أن نبقى يقظين جدا، لأن هو يمكننا أن نشهد تراجعاً بشكل عام على مستوى حقوق الإنسان، لا سيما من حيث المساواة بين الجنسين. وندرك تماماً أنه في أوقات الأزمات، مهما كانت أزمات صحية أو حتى النزاعات المسلحة وغيره، المرأة هي التي تدفع أعلى الأثمان. هذا ما يثبته التاريخ. لذلك لابد من أن ننتهز هذه الفرصة مهما كلف الأمر، لكي نذهب باتجاه المساواة. من حيث التشبيك، يخالوا لي بأن تشبيك النساء لا سيما في منطقة المتوسط أمر أساسي وهام جدا، علما بأن ذلك سيسمح لنا بأن نتبادل الخبرات، نتبادل الممارسات الفضلة. هذا ما ذكرته للتو، ليس علينا أن نقوم ب
جار النماذج بل بتكييفها حسب السياق الذي نحن فيه. وبرأيي التعاون بين الجنوب والشمال يجب أن يذهب بهذا الاتجاه، تعزيز التشبيك أمر أساسي، وتعزيز كافة الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال، بين الذكور والإناث. وكما ذكرت للتو، التشبيك يسمح بتبادل الممارسات الفضلة، وهذا ما رأيناه ما جرى على المستوى المحلي هام جدا، في حين أنه في المغرب على المستوى المحلي كانت التدابير ضئيلة جدا. اكتفينا بحملات التوعية لدى المجموعات وتطهير وتعقيم المناطق العامة، في حين أن الدولة المركزية هي التي احتكرت إدارة هذه الجائحة، وذلك لأسباب شتى، نظرا إلى أن هذا الأمر فاجأنا وضربت الجائحة على حين غرة، لكن الإدارة المحلية لم تؤثر بتاتا على السكان لسوء الحظ. وبالتالي هذه الممارسات الجيدة تسمح لنا بأن نستلهم مما نفذ لا سيما في برشلونة. شكرا جزيلا. شكرا نادية، لقد أجبت على الأسئلة الثلاث معا، هذا جيد. أود الآن أن أطلب من جوفانا كويزي أن تدلي بدلوها وتجيب على هذه الأسئلة الثلاث. أنا لخصت الأسئلة، السؤال يتعلق بالتواصل والتشبيك بين مختلف المناطق المتوسطية، سؤال ثاني يتعلق بما إذا كانت المساواه بين الجنسين تعطي الفرص والجائحة تفسح المجال للفرص بالماضي قدما بالنسبة للمساواه بين الجنسين، وثالثا إذا كان من الممكن أن نرفع المبادرات من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني والإقليمي من خلال التعاون. تفضلي، الكلمة لك. عليك أن تفتح الميكروفون، أنت في الوضعية الصامتة. جوفانا أرجو منك أن تفتح الميكروفون. رائع، شكرا. من المهم جدا أن نعمل في الشبكات، أن نتعاون ضمن الشبكات، يمكننا أن نجد سبلا، يمكن أن نجد سبلاً للتواصل مع مختلف المنظمات النسائية والجمعيات النسوية، كما يمكننا أن نعمل مع مختلف السلطات المحلية، البلديات وغيره، بغية تخطي المشاكل الصحية. من المهم جداً بالفعل أن نقوم بتأمين التعاون التام بين المؤسسات والمنظمات وبين كافة الهيئات المحلية التي تكافح من أجل دعم حقوق المرأة ومساعدة المرأة. شكرا جزيلا. لدينا سؤال عام للجميع سأقرأه. ما هو الدور الذي تطلع به المجتمع المدني في هذه الجائحة، وكيف يمكن إشراك المجتمع المدني في الخطط الوطنية والإقليمية؟ إذن كيف يمكن إشراك المجتمع المدني؟ هذا يخص السياسيين في المستوى المحلي والوطني، وسأعطي الكلمة مباشرة للمتحدثين الثلاث. هناك سؤال خاص أيضا بنادجة، وذلك لأنك أثرت مواضيع هامة. أولا نادجة سأقرأ، رأينا بأن معظم المبادرات
لمكافحة الآثار الجندرية للجائحة هي رقمية. نعم كما ذكرتي يوجد فجوة رقمية بين النساء والرجال، كيف يمكننا أن نردم هذه القوة لكي نحرص بأن المرأة يمكنه أن تصل بشكل مساو إلى الاستجابة؟ فإذن سؤال عن الفجوة الرقمية لناديا. سؤال ثاني لناديا يتعلق بالإتجار. فإذا نظرا إلى أن المرأة والنساء والفتيات عرضنا للإتجار في المغرب وبالطبع أيضا في أوروبا، ما هي التدابير الواجب اتخاذها على المستوى اليورو متوسطي من أجل تأمين استجابة شاملة للإتجار بالنساء والفتيات؟ فإذا سؤالين لناديا، وكما ذكرت الأسئلة الأولى تتعلق بالمتحدثات الثلاث اللواتي تمثلن الحكومة المحلية والوطنية، فإذا كيف يمكن إشراك المجتمع المدني في أنشطتكم؟ سأبدأ مع نوريا. من المعهد النسوي، هل تشركون المجتمع المدني في أعمالكم؟ بعدها أليسيا وشوفانا، ثم أعطي الكلمة لناديا لكي تجيب على سؤالين الخاصين بها حول مواضيع هامة. نوريا. فيما يتعلق بدور المجتمع المدني خلال الشهر الأول، عملنا تحديداً مع المجلس الوطني للمرأة في كاتالونيا، وهي المنظمة المعنية بالمشاركة، ولدينا أكثر من 400 جمعية في كاتالونيا تعمل لأجل المساواة بين الجنسين من منظور نسوي، وهي كلها تدعم النساء اللواتي يعانين من العنف، وهذه الجمعيات في الصدارة من حيث مساعدة المرأة، هي تساعد المرأة وتقدم الخدمات بشكل مباشر، وبالتالي قمنا بإرساء منصة للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في كاتالونيا، إضافة إلى المؤسسات البلدية، وكان لدينا طريقة تواصل ثالثة من خلال تمثيل المجلس الكاتالوني للمرأة، حيث قمنا بتأمين خطوط للتواصل، تشاركنا مساحة آمنة للقيام بالتشخيص اللازم وللتفكير بالخطوات المقبلة من أجل تحديد الحاجات و ما الذي لا تقوم به الإدارة المركزية وما الذي يجب أن نعوض عنه. ومن العناصر التي نعتبرها أساسية، وهذا هي الخبرة التي يمكن أن نستعملها في المستقبل، لدينا سلسلة من التوصيات الموجهة إلى مختلف المؤسسات. أولا النساء اللواتي يعانين من العنف، إذن توجيهات معينة لكي نزودهم بالمعلومات عن مختلف الخدمات والمساعدة التي يمكن أن نوفرها في حال العنف، ولمساعدة النساء على تخطي العنف في أي إطار، سواء كان في منازلهم أو في مناطق أخرى، وتوصيات محددة للأخصائيين والمهنيين، لأنه كان لابد من الحصول على معلومات عن مختلف المجالات، التحديثات الصحية وسلسلة المعلومات الموجهة لمختلف المواطنين. نحن نعمل مع مختلف الشركات والمؤسسات أو الجمعيات النسوية التي تعمل مع النساء، ونحاول أيضا أن نقوم بالتشبيك مع كافة المواطنين، فإذا قمنا بإطلاق الحملات بشأن السلامة ومكافحة العنف، قمنا أيضا بإطلاق حملة في نوفمبر تشرين الثاني
وقمنا باعتماد الحملة خلال هذه الأوقات. العنوان هو لا اعتداءات ولا متواطئين. فإذا نحن نتوجه إلى الذكور وإلى كافة المواطنين، لأنها مسؤولية الجميع أن تتم مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. لا يمكننا أن نتسامح مع أي نوع من العنف، هذا يصح في حال الجائحة. وبالنسبة ل خطط المقبلة، الوضع صعب لأنه في العديد من المجالات نحن نركز على نماذج التشارك بين مختلف الجمعيات والمجلس الكتالوني للمرأة من أجل أن نعمل على منظور الجنساني. لذلك لابد من متابعة الموضوع في المستقبل لكي نحرص على مراعاة كافة الاعتبارات، وأن المنظور الجنساني والتدابير الخاصة بالنساء مدرجة في مرحلة أو خطة العودة إلى الوضع الطبيعي بعد جائحة كورونا. شكرا جزيلا، شكرا نوريا. أليسيا في دقيقة واحدة رجاء، لأن نتأخرنا والوقت ضيق. أليسيا بما أنه نود من المجتمع المدني أن يشارك، كما ذكر الفرصة سانحة والخطر ماثل أمامنا. لذلك علينا أن نساعد المجتمع، وعلينا أيضا أن نزيل كافة العوائق والعواقب التي تحيل دون مشاركة المجتمع المدني. فإذا نحن نعزز كافة أشكال المساعدة لهذه الجمعيات، وعلينا أن نقر بالقيمة الاجتماعية التي تتمتع بها هذه الجمعيات نظرا إلى كافة الأنشطة التي تقوم بتنفيذها. لابد من أن نساعدها من خلال الإقرار بقيمتها الاجتماعية، وذلك بالنسبة للجمعيات الثقافية، الجمعيات النسائية والتعاونيات إلى آخره. فإذا مختلف أنواع الهيئات والجمعيات التي نعمل معها كمجلس وطني، حتى العاملات المنزليات، نحن نعمل مع العديد من الأحياء، نقوم بإنشاء اللجان فقط لكي نغطي كافة التدابير. ولا تكون هذه التدابير كفوءة إذا لم نشرك أصحاب المصلحة الرئيسيين، أي مختلف الجمعيات والنساء. وبالتالي لابد من الحرص على التضامن خلال جائحة كورونا، وقد كان ذلك واضحا خلال هذه الفترة بين مختلف المنظمات. شكرا لكم جميعا، ودقيقتين لكل سؤال. نادية: نعم، سأحاول أن أكون سريعة في كلامي قدر المستطاع. بالنسبة للفجوة، أظن بأن التدريب أساسي، وذلك يجب أن يكون ممكنا مع الشباب. الشباب يمكنهم بطريقة أسهل أن يصلوا إلى التكنولوجيا. بالنسبة للإتجار والتدابير المطلوبة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، هناك العديد من الطرق، ونحن بحاجة لمؤتمر بأسره وبرمته للحديث عن هذا الموضوع. لكن بإيجاز معظم البلدان في المتوسط، أنا أتكلم عن بلدان المينا، منطقة المينا أيضا هي في معظم الحالات لديها قوانين. نادرا ما نجد بلدان ليس فيها قوانين بهذا الشأن، ومعظمها تستند إلى اتفاقيات باليرمو، وتقريبا كافة هذه البلدان لم تصادق فقط على هذه الاتفاقية، بل أيضا صادقت على البروتوكول التابع لهذه الاتفاقية. والجزء الهام في الاتفاقية والبروتوكول هو الذي يعنى بالشراكة، الشراكة الدولية والتعاون عبر للحدود. لأننا نعرف بأنه في معظم الحالات الإتجار جريمة عابرة للحدود، وهذا الجزء المتعلق بالشراكة يتحدث عن التعاون عبر للحدود لمكافحة الإتجار.
بالبشر. لذلك من الأهمية بمكان أن نعود إلى هذه الاتفاقية والبروتوكولات التابعة من أجل الوصول إلى آليات عابرة للحدود وآليات وطنية حتى لمكافحة الإتشار بالبشر. ومن التدابير الممكنة رفع الوعي في صفوف المواطنين، في صفوف الجهات الفاعلة الاجتماعية والمجتمع المدني، لأن الإتشار بالبشر جريمة غير معروفة. سأعطيكم مثالاً، مثلاً من المغرب هناك عمل العاملين المنزليين الأحداث، هذا شكل من الإتشار ولكن لا ينظر إليها على أنه كذلك. ومن التدابير الأساسية برأيي التكوين والتدريب، تدريب المتدخلين مثلا في مجال العدالة والقضاء من أجل فهم ماهية الإتشار وكيفية التعامل معه. شكرا، حاولت أن أوجز الكلام. نعم شكرا، ممتاز. لدينا المزيد من الأسئلة ولكن أنا مضطرة الآن إلى أن أختم هذه الجلسة. رجاء أعرف بأن كل التوصيات والفيديوهات والعروض ستكون متاحة وستكون بمتناولكم من جانب المنظمين. شكرا لحماسكم وللطاقة التي خصصتموها للتعامل مع المسائل الجندرية في هذه الأوقات العصيبة في ظل الجائحة، وهذا يستدعي المزيد من الشجاعة. أشكركم جميعا، أطلب منكم أن تبقوا بأمان وأن تبقوا على اتصال بنا لأن التواصل هو فيه القوة. شكرا لحضوركم.